شخص قاعد يرجع تعب ما عنده مساعد واثنين ما عنده ما عرف ما عنده رقم تو ثالث رقم الحين صح؟ Are we done؟ ثالث رقم؟ ثلاث أرقام؟ أوه ليش؟ أربع أرقام؟ الخلف بالخلف مو الجدام. لا خليك من الجدام بالخلف كم رقم؟ اثنين. اثنين الحين راح تحط الثالث أنت. أنا حطيت رقمي مع رقمي أربعة. في شخص معناه كان كاتب جدام. في شخص لا غير الجدام خليك من الجدام بالخلف إحنا. معناته ان احنا شنو قاعد نسوي هذا الشخص اللي حاط ارقام وايد ما قاعد شنو يركز ما عنده انصات على التعليمات ايه المفروض ما نكتب بالفرونت المفروض الرقم تكون بالباك صح بالظهر اذا في اي رقم بالقدام امسحوه لو سمحتوا عشان لا يصير في كونفيوجن الارقام كلها بالخلف قدام بس الكلام اللي موجود اوكي المرة الأخيرة موف آخر مرة كي بسرعة بسرعة بعدين find a partner اوكي اقعد مع بارتنر الو اربع ارقام المفروض يصير عندنا خلصتوا؟ ممتاز سريعين